لكي تبدأ المعركة، التحديات التي انطلقت منذ أسابيع بين الغريمين جمهور النصر ماض وآت بالعشق عاشوا وعاش النصر مدرج العالمي بأجوائه العالمية في هذا الملعب ومدرج الزعيم في الذي في الوقت اللي فيه بالتأكيد أيضا فضل المدرب دياز إبقاء ماتيوس بيريرا الغير متسلل في هذه الأثناء يبحث عن الحلول يحاول المرور مع سالم الدوسري أكثر من لاعب تغطية تدخل خطأ احتسبه حكم المباراة لهداف الدوري في هذا الموسم ذكرت حاليا هو هداف الدوري برصيد 8 أهداف نظرة ترقب انتظار وفرصة ومحاولة أولى 5 دقائق أولى تاليسكا حطها لكنها في الجدار وبعد ذلك تحولت إلى ركنية نصراوية وسط مطالبة بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية على دفاع الهلال الشيء اللي يطالب فيه لاعب تيغان موجود في غرفة الفيديو يتابع اللقطة ما إذا كان في شيء في هذه الكرة في ركلة جزاء أم لا للوراء هنا إلى سالم الدوسري الهلال يهاجم عند كاريو لمسة في اليسار خطيرة وكرة سجل أول أهداف الديربي هدف هلالي أول في هذه القمة قبل أن تكتمل الدقيقة 10 في قمة الجولة 10 اللمسة من كاريو إلى فييتو إلى إيجالو إلى المرمى بعد لمسة فهمسة فغمزة فنهاية فهدف فتقدم فهلال 1-0 للقارب وعلى تاليسكا أبو بكر والبقية محاولة نصراوية طويلة وخطيرة بالرأس لكنها مرت المعروف غونزاليس صاحب هذه اللقطة لكن الكرة عدت إلى ضربة مرمى من المدافع اللي تدرج في إسبانيا بالنسبة لي ألفارو غونزاليس في راسك ساتندر في تاليسكا يبحث عن اختراق الدفاع عن الحلول تمريرة بينية خطيرة وفرصة تصل بعد ذلك ليحيى ولكن التغطية لا زالت خطيرة لمسة فيها تغطية وتدخل وبعد تسلل في هذه الأهداف متراجع الفريقين فإن الديربي كان قوي ما بالك ونحن في القمة حلوة 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 تمريرة لكن مر في محاولات الهلال بحث عن هدف ثاني طويل الكرة راسية تحضير خطيرة وفرصة لكن المعيوف أقرب للكرة فرصة كانت في منتهى الروعة لتاليسكا المعيوف أندرسون تاليسكا اللي كان في الرقابة أمامه محمد جحفلي لم يصل تاليسكا اللي اضطر حكم مباراة إيقاف اللعب بسببها إصابة حراس المرمى الكرة الأخيرة لمسة إلى أبو بكر يحاول يمرمر أبو بكر عدى بكرة وتسديدة لكنها في يد المعيوف يا الله وصل الكرة قبل كونان ثم بعد ذلك لمسة باتجاه لوسيانو فييتو خطيرة هلالية عرضية داخل المنطقة لكنها سهلة في يد دافيد أوسبينا الوراء كونان يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة وبالرأس حلوة وفرصة يا سعود عبد الحميد تغيير اتجاه اللعب خطيره الى سالم خطيره خطيره داخل منطقه الجزاء وفرصه لسالم الدوسري يحاول يمر والتسديده لكن انصدمت في العمري كانه على الطاير لكنها سهله في يد دافيد اوسبينا اليسكا يحاول اندرسون اختراق الدفاع تمريره بينيه داخل منطقه الجزاء بو بكر تسديده يا الله حلو العمل في اللقطه 200 زحمه اليسكا اللمسه في المساحه الى كولان تسديده سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة بالرأس ومرت يا الله ألقى السلطان غنام واحدة يمين من الهلال بقوة في هذه الدقائق عاصفة نصراوية قتادة سريعة ينتظر بعد ذلك تحرك تاليسكا تمريرة في المساحة إلى تاليسكا وتسديدة
التمريرة بالتحرك خدع جعفري ومعيوف وحطها في شباك الهلال. الهدف النصراوي عن طريق هداف الدوري أندرسون تاليسكا يعدل النتيجة بهدف رائع بلمسة ذكية بلدغة رائع. محاولة إلى إيجالو في مكان خطير، تحرك من ناصر خطيرة وصافرة وركلة جزاء. يا الله ركلة جزاء هلالية، تمريرة إيجالو. جمهور النصر في نفس الوقت بعد احتساب هذه الركلة شوفها مرة أخرى، محطة مهمة رائع، هذا خطير جدا 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 إيجالو. درجات نصراوية في لقطة والترقب في مدرجات الهلال في لقطة، غارسيا ورامون وأمامنا سالم وأسبينا، سالم التورنيدو التورنيدو في المرمى، هدف ثاني يا زعيم. من لها غير سالم الدوسري، من لها غير التورنيدو. الهدف الثاني لمصلحة الهلال من علامة الجزاء، الإنذار ليوسبين على ما أظن بالتأكيد كان على احتجاج على شيء ما، ربما على ركلة الجزاء نفسها. على كل حال سجل سالم الدوسري هدفا يجعل فريقه يتقدم في النتيجة في هذه القمة بهدف ثاني.